السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناة حلويات أسماء. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم وصفة ديال ميني باغيت أو باغيت صغير بحشوة لذيذة وسهلة جدا بالدجاج والجبن المثلث. كذلك طريقة ديال التحضير ديال العجين جد سهلة وبسيطة، يعني يمكن لكم تعتمدوها في أي نوع ديال المعجنات بلا ما نحتاجو أننا ندلكوها، وكيجي خفيف للغاية وبنين. كنتمنى الوصفة ديال اليوم تنال إعجابكم وفرجة ممتعة. اذا غادي نبداو على بركه الله بالمقادير، هنا كما كتشوفوا غادي نستعملوا الكاس العبار، فعندي 3 ديال الكيسان ديال الماء يكون دافي. تقدروا ديروا الحليب، انا هنا غادي ندير غير الماء. عندي واحد اليوغورت او زبادي بدون سكر، زبادي طبيعي من الوزن ديال 110 غرام، وعندي هنا ملعقه كبيره ونص ديال الخميره ديال الخبز فوريه او طريه. غادي نحتاج ايضا نصف كاس ديال زيت نباتيه، شويه ديال الملحه او ملعقه صغيره، وملعقه كبيره ديال السكر الخشن، وغادي نحتاج للدقيق حسب الحاجه. غادي نعبر لكم بالضبط بالكؤوس شحال استعملت او شحال هزات لي انا العجينه. فبالنسبه للطريقه كما غادي تشوفوا، كنفرغوا جميع المكونات السائله مع السكر وايضا الملح في واحد الاناء، وغادي نخلطوا الكل بواحد الخلاط يدوي حتى غادي نحصلوا على واحد الخليط منسجم. بالنسبه للملح يعني معلقه صغيره او معلقه صغيره ونص على حسب الذوق ديالكم، انا هنا عبرت غير باليد ديالي، ونستعمل خلاط يدوي ونمزج الكل بشكل جيد. صافي، فهاد المرحله غادي نبدا في اضافه ديال الدقيق القدر الكافي اللي غادي يجمع لي العجين. هنا استعملت لكم الكاس دائما ديال الشاي باش غادي نعبر لكم شحال الكميه اللي استعملت بالضبط. كيبقى عندكم ميزانكم على نوعيه الدقيق اللي استعملتو، انا مستعمله دقيق خاص بالحلويات، فكنبقى كنضيف بالتدريج. انا هنا كيف ما قلت لكم غادي نعبر لكم بالكاس، انا هزات لي العجينه بالضبط 8 ديال الكيسان ونص ديال الدقيق اللي هي 850 غرام، فكنبقى بحال هكا كنضيف شويه بشويه وانا كنجمع العجين ديالي او كنخلطو جيدا، ما غاديش ندلكوه يعني غير كنجمعوه ونخلطوه مزيان. العجين خصو يكون رخو وكيتلصق في اليدين ضروري جدا، هاد الانواع ديال العجين اللي ما كنعجنوهمش او ما كندلكوهمش فكيكونوا رطبين او رخوين اكثر من المعجنات الاخرى، ف يعني هذا هو السر باش كيجيونا رطبين وطريين. فكنبقى بحال هكا مستمره كنجمع العجين، ونتلاقاو باش نشوفو التتمه. العجين ديالي هو جاهز من بعد ما خدا الكميه الكافيه ديال الدقيق. صافي، هنا دهنت يديا بشويه ديال الزيت وغادي نحاول انني نجمعه على هذا الشكل هذا، وغادي نغطيه بلاستيك غذائي ونخليه حتى غادي يخمر مزيان ويتضاعف الحجم ديالو 3 ديال المرات او 2 ديال المرات على الاقل. من المهم جدا انه يخمر جيدا، لان ما غاديش نعاودو نخمرو هاد لي باغات من بعد، فغادي نشكلوهم وندخلوهم مباشره يطيبوا. نمشيو باش نحضروا الحشوه اللي حشوه ديال الدجاج والفرماج المثلثات. فكناخذوا مقلات كنوضعوا فيها واحد البصله مقطعه مكعبات صغيره، والفلفله حمراء حلوه، ممكن ديروا اي نوع ديال الفلفله موجود عندكم حلوه كتجي حسن في الحشوات. فهنا ضفت ايضا زيت الزيتون وكنبقى كنحرك على النار اللي تكون متوسطه باش ما كيطلقوش ليا الماء هاد الخضر، حتى غادي يعني تشحروا نحس بهم انهم دبالوا. عاد كنضيف صدر الدجاج اللي مقطع ايضا مكعبات صغيره ونحرك حتى غادي يبدا اللون ديالو يتبدل، وعاد كنبدا في الاضافه ديال التوابل اللي بغيت نستعمل. فانا غادي نضيف البودره ديال الثوم، وغادي نضيف شويه ديال التوابل ديال الشاورما دا توفروا عندكم، ما توفروش يمكن لكم تستغناو عليهم واستعملوا اي توابل كتفضلوا، شويه ديال الفلفل الاسود او الابزار وشويه ديال الملحه على حسب الذوق. غادي نضيف ايضا شويه ديال التحميره باش تعطيني اللون، وواحد الملعقه صغيره ديال الهريسه او المعجون ديال الفلفل الحار، كيعجبني نضيفه هكا في الحشوات اللي كيكون فيهم الفلفله حلوه باش يعطيو
يعني باش يهرسوا ديك الحلاوه. كنحرك حتى غادي يطيب ليا الدجاج تماما وتنشف ليا الحشوه من الماء، وعاد كنضيف ثلاثه ديال القطع ديال الجبن المثلثات، يمكن لكم ايضا تضيفوا المربى اذا بغيتوا. وغادي نحاول انني نحركه ونمعسو جيدا حتى يذوب ويندمج مع الحشوه. صافي، انا في هذه المرحله غادي نطفي على النار وغادي نخلي الحشوه ديالي حتى تبرد تماما وتكون العجينه ديالي واجده يعني خمرات، وندوزو باش غادي نشكلوا الباكيت ديالنا. العجينه ديالي هي واجده كما كتشوفوا، من بعد ما خمرات كيف ما قلنا خليوها تخمر جيدا لانها غادي تخمر غير مره. هنا غادي نحاولوا نفرغوا من هذوك الغازات اللي تجمعوا فيها بعد ما خمرات، وكندهنوا بيدينا بشويه ديال الزيت لانها كتكون خفيفه وكتلصق. دهنوا بشي ديال الزيت ونبداو كنقسموها للحجم اللي بغينا. فكنديروا هنا بما انني غادي ندير ميني باكيت، نديروا كويرات اللي هما صغار. فكندهن يديا بالزيت وكنقسم وكنوضع في واحد البلاطو ولا فوق من سطح العمل اللي يكون مدهون بالزيت باش ما كتلصقش ليا العجينه، ونبقى متابعه حتى غادي نسالي الكميه. من بعد ما ساليت وقسمت العجين كامل، كنرش واحد شويه ديال الدقيق هنا، وكنبسط العجين على شكل بيضاوي، ندير واحد شويه ديال الفرماج احمر او الجبن ديال الاضام او اي نوع كتفضلوا ديال الجبن، كيبقى اختياري يمكن لكم تستغناو عليه. وندير الحشوه تكون بردات مزيان، وكنبدا كنسد على الحشوه ديالي او العجين بهذه الطريقه. نقاد الميني باغيت ونحطه في اللاطه. انا هنا مستعمله اللاطه ديال الباغيت، طبعا اذا ما توفرتش عندكم ماشي ضروري نهائيا انكم تستعملوها، استعملوا لاطه عاديه تكون فرشه بالورق ولا تكون مدهونه بالزيت ووضعوا فيها الباغيت ديالكم. هاد اللاطه هذه كتعطيني واحد الشكل مقاد للباغيت، كيجيو مقادين في القياس ديالهم او في الحجم ديالهم هكا من الجناب، وايضا كيجيو مقرمشين اكثر من التحت. فغادي نتابع بنفس الطريقه وغادي نسالي حتى غادي نعمر اللاطة كاملة ونطلقها باش نشوفو التتمة. كيف ما قلت لكم من قبل، فالباغات ما غاديش نعاودو نخمروهم، يعني العجينه كتخمر مره واحده. فانا مباشره من بعد ما كنسالي كندهنهم بالبيض، البيض كيبقى دائما اختياري غير باش يعطينا اللون محمر. فانا ما ضفت عليه حتى حاجه، يعني طربت بيضه كامله هكاك عاديه، وغادي ندهن بها الباغات ديالي بهذه الطريقه. نحاول ندهنهم من الجناب كاملين. غادي نرش شويه ديال الجنجلان، انا عندي هنا جنجلان بيض، وغادي نفلحهم بواحد الشفره، طبعا هذه الشفره يعني خاصه بالخبز. وصافي غادي ندخلوهم يطيبوا الفران اللي يكون شعلناه يسخن من قبل واحد 5 ديال الدقائق، فرن ديال الغاز، فرن ديال الكهرباء شعلوا له من قبل واحد 15 دقيقه، شعلوه من فقط بالنسبه للفرن ديال الغاز. والفرن ديال الكهرباء غادي تشعلوا له من الفوق ومن التحت، ديروا اللاطه ديالكم في الوسط وخليوهم حتى غادي يطيبوا جيدا ويتحمروا. وهذا كيكون الشكل النهائي ديالهم من بعد ما كنخرجهم، كنخليهم يبردوا شويه وعاد كنستهلكوهم، كيجيو فعلا رائعين هشاش ورطبين وبنان. حشوه اللي بسيطه كيف ما شفتوا معايا، ولكن في نفس الوقت كتجي لذيذه بزاف. اكيد الوليدات غادي يحمقوا عليهم توجدوهم هكا ليهم الكوتي ولا حتى المدرسه، يعني بالنسبه للوليدات اللي كيديو معاهم الغداء للمدرسه. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت اعجابكم، ونتمنى انكم تجربوها اذا عجبتكم. ما تنساوش كما العاده ديروا جيم، شاركوا بالقناه وايضا فعلوا الجرس باش يبقى يصلكم دائما الجديد ديالي من الوصفات. ما تبخلوش عليا بالتعليق ديالكم، ارائكم وايضا اقتراحاتكم اللي كتهمني دائما. شكرا بزاف للمتابعه، ونتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله.